السلام عليكم. النهاردة هنعمل بقى غدوة جامدة. ايه هي الغدوة دي؟ مشهورة قوي عندنا في مصر وكل الناس بتحبها بكل المستويات. ايه هي الغدوة دي؟ الغدوة دي ممبار. ننزل بالزيت الاول، ننزل بالبصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مقطع البصل حتت صغيرة، هنقلبها كده نديها تشويحة. طبعا حضراتكم الممبار بتعمل بكذا طريقه، في ناس بتعمله ني في ني، اما انا عايز اعمله اديله التشويحه، ادي البصل تشويحه وهظبطه بالطريقه دي. هنزل بالتومه، انا جايب لها فصين توم مبشورين مهروسين عشان التوم حلو هيديني طعم حلو وفي نفس الوقت يشيل اي زفاره في الممبار. هنزل بمعجون الطماطم، بحب انزل بمعجون الطماطم على البصل او الزيت الاول. هنزل بعصير الطماطم، ننزل بالملح، فلفل اسود، نقلبهم كده ونخلي الطماطم بتاعتنا تستوي، شوية كزبرة ناشفة تديني طعم حلو برضو، بابريكا، وشوية شطة حمرا سبايسي خفيف كده على حسب الرغبة طبعا. نقلبهم مع بعض كده. كده أنا التسبيكة بتاعتي استوت. أعرف إزاي إن التسبيكة بتاعتي استوت؟ لما ألاقي الطماطم انعزلت عن الزيت والزيت عن الطماطم أعرف إن التسبيكة بتاعتي استوت. هنزل بالرز، هطفي النار، بقلب الرز بتاعي كده بهويه سنة بعد ما طفيت البوتاجاز. هبدأ بقى أحط خضرتي بعد ما طفيت البوتاجاز. ليه؟ عشان الخضرة ما تتبلش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شبت، بقدونس، كزبرة خضرة، أقلبهم مع بعض كويس كده. نبدأ نحشي الممبار بتاعنا. بحط صباعين كده جوه الممبار عشان اعرف احشي. بعمل كده، بفتح الممبار وابدا احشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحشي كده سهل جدا. بصوا حضراتكم بينزل ازاي اهو. بعمل كده ينزل معايا. بكده انا حشيت اهو الصباع حضراتكم. لازم اسيبه متهوي كده. كده حضراتكم هحشي بقيه الكميه وارجع افرجكم عليه قبل ما احطه في الميه. أنا كده حشيت الممبار بتاعي. قبل ما أسقطه هحط ورقتين لورا، حبهان، هفتحه كده، لازم أفتح الحبهان عشان يديني الطعم والريحة. جزرة هقطعها كبير كده مش صغير عشان بس تديني طعم الخضار معاه وتمتص أي حاجة في الممبار. بصلة أربع تربع هسقطها معاه برضو كده. هسقط الممبار، هنزله كده. نبدأ نبص على الممبار بتاعنا. الله شكله جميل. نقلبه ونشوفه استوى. ننزل بشوية زيت، ننزل بالممبار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده حضراتكم خلصنا وصفة النهاردة، ممبار محشي بألف هنا وشفا. مع تحيات عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.